أهلا بكم. بعد سقوط نحو 800 شهيد وألاف الجرحى خلال العام الأول من التظاهرات الشعبية العارمة في العراق ضد النظام الطائفي الفاسد، رفعت خيام المعتصمين في ساحة التحرير في بغداد، وأحرقت الخيام قيام المعتصمين والمتظاهرين في محافظة البصرة وغيرها من المدن، لتثار الأسئلة العديدة أو العديد من الأسئلة: هل انتهت التظاهرات فعليا أم لا؟ وعن الذي حققته هذه الثورة التي استمرت نحو عام، والعوامل التي قد تكون سببا في تفجرها ثانية كما يتوقع. ويرى مراقبون أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه الأشهر القادمة، لا سيما أن انتفاضة تشرين خرجت دون أن يكون لها أي مقدمات، وبالتالي فاحتمالية عودتها تبقى واردة وكبيرة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العراق. انتهاء التظاهرات في العراق وبقاء عوامل وأسباب تفجرها ثانية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل تعتقد قوى السلطة وميليشياتها أنها أنهت ثورة تشرين برفعها وإحراقها خيام المعتصمين والمتظاهرين في الساحات العامة؟ ولماذا يسود اعتقاد راسخ لدى المراقبين أن التظاهرات ستندلع مجدداً قبيل الانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل فعلاً أن ثورة تشرين فشلت في تحقيق أي منجز وطني برغم تضحيات شبابها الجسام؟ وهل باتت التظاهرات الشعبية هي الخيار الوحيد لتغيير الوضع المتردي في العراق؟ وهل أصبحت ثورة تشرين فكرة وطنية في العقول وفي الوجدان العراقي حتى وإن غابت عن الساحات والميادين العامة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، ثامر العلواني، حامد الصراف. قد تزيل هذه الجرافات ساتراً أو متراساً وتفتح طريق القوات الحكومية، لكنها لن تزيل فكرة ولن تفتح طريق الحكم الهادئ للعملية السياسية الفاسدة. كثير ما شهد العالم مثل هذه المناظر: آلة قمعية مفرطة واستبداد دموي يرغم المتعبين على استراحة محارب، لكنه لا ينسف مشروعهم الثابت المتجذر بإرادة الوطن. لم تكد تفرح العملية السياسية بالعراق ببث ورقة نعي ثورة تشرين من ساحة التحرير حتى فوجئت بحياة جديدة لها كتبتها المحافظات الجنوبية بذات المطالب وبنفس الهدف: إصرار على إكمال مشوار الثورة حتى وصول العراق إلى حياة سياسية تليق بعظمة تاريخه وعلى قدر طموح شبابه وتضحيات الشهداء. صحف عربية ودولية أجمعت على أن ثورة تشرين تعد الشعلة التي أضاءت طريق مستقبل العراق. صحيفة العربي الجديد تقول إن ما يشاع هذه الأيام بأن ثورة تشرين خف صوتها وقل زخمها وانكفأت إلى داخلها هو ضلال مبين، فالثورة ما زالت جذورها تمتد في معظم المدن العراقية، والأهم من ذلك كله أن الثورة مصرة على تحقيق كامل أهدافها. صحيفة واشنطن بوست لم ترى في عدم تغير النظام دليلا على فشل الثورة، حيث تقول إن ثورة تشرين لم تسقط النظام السياسي بالوقت الحالي، لكن أهم ما حققته أنها غيرت في طبيعة الاحتجاجات وعمقت الفهم الثوري لدى المتظاهرين. ويحسب لهذه الثورة التي قدمت مئات الشهداء أنها بعثت الحياة بالهوية الوطنية العراقية الجامعة التي حاولت قوى السلطة تهميشها وإحلال الهويات الطائفية محلها. كما أن وقود الثورة ما زال موجوداً، وهو الفساد الحكومي وحالة الانهيار العام التي يشهدها العراق منذ عام 2003. وثمة من يرى أن ثورة تشرين في استراحة محارب من جولة أولى في المواجهة الشعبية والوطنية المفتوحة مع مشروع الاحتلال الطائفي الفاسد، لكنها لم تمت، لأن كل الأسباب الموضوعية لتجددها ما زالت قائمة تنتظر الشرارة المناسبة فقط. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في
انتهاء التظاهرات في العراق عقب رفع خيام المعتصمين وإحراقها في البصرة وغيرها من المحافظات الأخرى. نضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الدكتور ثامر العلواني المقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، ومعنا أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف من العاصمة الهولندية أمستردام. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور رافع، خيام المعتصمين التي بقيت لمدة سنة في ساحة التحرير وغيرها أيضا من الميادين، رفعت هذه الخيام قبل أيام. هناك خيام تم طبعا إحراقها في محافظة البصرة في ساحة الحرية، وأيضا جرت مواجهات في الناصرية وغيرها. تعتقد السلطة أنه برفع هذه الخيام أو إحراقها أنها قضت على هذه التظاهرات التي عمرت سنة، قدمت شهداء 800 شهيد، آلاف الجرحى، أنه الآن السلطة والميليشيات تنام مطمئنة قريرة العين، ما يؤرقها ويقض مضاجعها انتهى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، يعني ربما العقل الكسيح لهذه السلطة من 17 سنة لحد الآن يفكر بهذه الطريقة. الحقيقة أعتقد أن القضية تتعلق بتظاهرات استطاعوا القضاء عليها، واجهوها بالقتل، بالتعذيب، بالخطف، بالإحاطة، بالحصر في مكان معين، بالتضييق عليهم، وبالتالي بالوعود، بالتهديد، وصولا إلى هذه اللعبة التي لعبها الكاظمي وجماعته في هذه القضية، وساعد مع الأسف، يعني مع الأسف الشديد الكثير من الأبواق الإعلامية ساعدته في هذا الموضوع. عموما هذا الفكر الكسيح يعتقد أنه يعني الشعب قادر أن يروض، هو استطاع في النهاية أن ينتصر على الشعب ويروض الشعب ويخرج من الساحات. الفكرة هذه من الأساس خطأ. الفكرة أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة أن هؤلاء الذين يحكمون العراق منذ 17 سنة لحد الآن، يعني منذ عام 2003 لحد الآن، ضيعوا العراق. لذلك كان الشعار من البداية نريد وطن، وهذا الشعار له معنى، معاني ودلالات عميقة جدا، ولم يوضع اعتباطا. الشعب لديه قناعة تاما أن هؤلاء ساهموا في ضياع هذا الوطن، وهناك مخطط معين هؤلاء ينفذونه لضياع هذا الوطن، لتفتيت هذا الوطن. وربما علي أن أعود أن هذه الفكرة ليست فكرة هؤلاء الذين يحكمون العراق. هؤلاء مجموعة من المنفذين، مجموعة من يعني من أيدي تستخدم، أدوات تستخدم لتنفيذ هذا المشروع. الحقيقة هذا المشروع ربما بدأ حتى قبل 2003. يعني عندما تأخذ الآن الكتب التي نشرت، نشريات كلها التي خرجت من مفكرين كثيرين في الغرب، في أمريكا وخاصة في بريطانيا وأمريكا، يتحدثون فيما يخص العراق، يتحدثون عن هناك خطأ كبير، وخاصة البريطانيين من البداية اتهموهم الأمريكان، والبريطانيين بعدين تحدثوا بأن هناك خطأ كبير، أن بريطانيا بنت دولة في عام 1921 وما بعد 21. هذه الدولة مثل ما قال البعض أنها يعني قص لصق، لصقوها، فالبناء هذا التراكمي ممكن تفكيكه مرة أخرى وإعادة تجميعه بطريقة تخدم المخطط، وهو ما فعلوه الحقيقة. يعني هدموا كل شيء وعادوا بناء بالطريقة التي تخدم المشروع والتي تؤدي إلى العراق، ضياع العراق للحد اللي وصل به الشعب يطالب بوطن، لأنه هذا التفكيك لم يعيد الوطن. هؤلاء مجموعة من المنفذين من عام 2003 لحد الآن ينفذون هذا المخطط، وهذا المخطط خرج عليه الشعب أكثر من مرة، تظاهرات كثيرة، وآخرها يعني ثورة تشرين خرج عليه الشعب. بس ثورة تشرين تجسدت الفكرة كاملة، يعني موجات هذه التظاهرات أوصلت الفكرة كاملة إلى أن الشعب يريد وطن. الآن خلص، يعني لا نريد هذه الطبقة السياسية، لا نريد هذا الحكم، لا نريد هذا النظام، نريد نسترد الوطن، لأن أنتم ضيعتوا الوطن. والحقيقة أنه هذه هي الفكرة الأساسية اللي جاء بها الاستعمار، جاء بها الاحتلال، أنه يضيع العراق ويفتته ويهاجر من يهاجر، تنتهي الكفاءات، تنتهي القدرات، تنتهي البنى التحتية، وبالتالي يصبح وطن معوم الكل تعبث به، الكل تسرق منه، والشعب الآن يريد أن يسترده. نال فكرة، نال خطأ اللي أنا يعني تحدثت عنه وقلت أن العقول كسيحة. نعم. اللي تفكر، هم يفكرون أنها مجرد تظاهرات، ومجرد حتى لو فكروا أنها ثورة استطاعوا أن يقضوا عليها.
الفكرة هذه، الفكرة غير شكل، فكرة الشعب الآن يريد أن يسترد وطنه. هؤلاء لو استمروا سيبقى العراق على ما هو عليه، سيبقى العراق ذاهبا إلى التفكيك، إلى التدمير. دكتور واضح، سنتحدث عن قضية التظاهرات في تشرين، أصبحت فكرة وطنية أكثر من كونها تظاهرات. نعم. سواء غابت أو حضرت، لكن الفكرة موجودة وحية. نعم. نتحول إلى أمستردام مع ضيفنا الدكتور حامد الصراف، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. دكتور حامد وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. مساء الخيرات دكتور. هناك من يقول أيضا أن التظاهرات الحقيقة يعني توقفت، أوقفها أصحابها المتظاهرون والناشطون أكثر مما السلطة أوقفتها، لأسباب تتعلق أولا أن هذه الجولة الأولى من هذه المواجهة الشعبية المفتوحة مع السلطة، ثورة تشرين كانت جولة أولى، وأن المتظاهرين أيضا في استراحة محارب إذا صح التوصيف، وأيضا هناك أسباب عند المتظاهرين والناشطين لتتعلق أيضا موضوعية بقضية كورونا وما كورونا، وأيضا لها علاقة بأنها محاولة لتفويت الفرصة على السلطة المتربصة بهم لتفتيت مؤامرة ربما تتصاعد. القضية وقف أم إيقاف برأيك؟ في البداية شكرا جزيلا أستاذ ماجد على الاستضافة الكريمة، حياتي لضيفيك الكريمين ولجمهوركم الأعزاء. الحقيقة ثورة تشرين يعني بعد ما أنجزت مهمات أولية نقدر نسميها، اللي هي أولا فضح يعني الأسس الهوجاء التي جاء بها الاحتلال الأمريكي وبالتواطؤ مع إيران بتأسيس نظام المحاصصة المقيتة وتفشي الفساد فيما بعد، وثم ضياع البلد، ضياع سيادته وضياع استقلاله وقرار السياسي وثرواته، وحتى المساس بنسيج الاجتماعي. احنا نعرف الآن منذ 17 سنة العراق لم يعد بلد مترابطا لا أرضا ولا شعبا مع الأسف الشديد، وهذه هي الحقيقة كان الهدف منها، هي الإيغال بتدمير البلد من قبل أجندات خارجية وضياع المستقبل ومستقبل أجيال القادمة. إلا أن شباب ثورة تشرين الحقيقة أدركوا هذه الحقيقة منذ البداية، لكنه تجمعت القوى، ومثل ما نعرف احنا ثورة تشرين لم تأتي من فراغ أستاذ ماجد. نعم. وإنما جاءت أيضا نتيجة إرهاصات، نتيجة تفاعلات، نتيجة نضج واضح كان يعني منذ 2003، وكان هناك احتجاجات واعتراضات ورفض وتظاهرات ومطالب كثيرة، وتوجت في 2011 و2015 إلى أن وصلت إلى 2019، نضجت أكثر. الثورة أستاذ ماجد هي تعريفها السياسي هي خروج الشعب باحتجاج برفض لواقع حال مزري، ظلم، فقر، استبداد، عدم توزيع عادل للثروات فيما بين أبناء الشعب بمختلف مدنه. لذلك هذه حقائق كثيرة، أيضا الارتهال للخارج، أيضا التغلغل الأجنبي في سيادة يعني المساس بسيادة البلد والمساس باستقلال الوطني وقرار السياسي في النهاية. نعم. هذه الحقيقة أسباب مجتمعة ساعدت الشباب كثيرا بوعي أن يرفضون كل ما جرى خلال 17 سنة وأكثر من 17 سنة الماضية. لذلك يعني شعار نريد وطن هذا ما إجا اعتباطا، هذا إجا فعلا بخلاصة واضحة أن الوطن مسروق، الوطن منهوب بأرضه، بشعبه، بثرواته، بمستقبله، بأمله، بحياة الشباب ومستقبلهم وآفاق الاستقرار اللي ينشده كل شاب وكل مواطن. لذلك هذه الحقيقة الثورة جاءت متوجة لكل جهود الخيرين من أبناء الوطن، وهم كثر، وهم الشعب، ولا الطبقة السياسية الفاسدة عاشت بعزلة وما زالت لحد الآن، لأنه دكتور العزلة هذه. اسمع دكتور حام صراف، حتى فقط نبقى في العودة إلى السؤال، أشكرك على هذا الإيجاز. ما دامت أسباب وعوامل الثورة موجودة وقائمة،
هل إذا يعني والسؤال لماذا التظاهرات توقفت؟ هل هي توقفت أم أوقفت؟ لا التظاهرات لم توقف ولم الحقيقة هي التظاهرات هي شكل من أشكال الاحتجاج، شكل من أشكال الثورة. نعم. الخيم لا تعبر بالنهاية. نعم. بكل المصطلحات هي الثورة، الخيم هي شكل من أشكال الاحتجاج. نعم. هي مسك أرض معينة لفترة زمنية معينة تعبير عن الرفض، لكن هذه الثورة لها أشكال مختلفة بالتعبير. جائز بكرة أصير عصيان مدني، الاحتجاج الآن صار وعي شعبي، وعي جماهيري. الأسر العراقية الآن أصبحت كلها مقتنعة حق القناعة بأنه هذا النظام لم يعد قابلا للحياة، هذا النظام مرفوض، يجب أن يحدث التغيير الاجتماعي المنشود. هذه القضية الآن مؤجلة إلى حين، أو هي أشبه باستراحة محارب، أو هو تغيير بتكتيك معين. هناك أساليب مختلفة ستأتي لاحقا أستاذ ماجد، وسنشاهد بأن الشباب الآن يبتدعون طرق وأساليب مختلفة للاحتجاج والانقضاض على هذا النظام. النظام الآن ده يحاول ترقيع حاله، مثل ما شفنا احنا حتى خطاب السيد رئيس الجمهورية البارحة لما يريد يمرر قانون الانتخابات قال الشعب العراقي بحاجة الى حكومة قوية. نعم. ما معنى هذا؟ معناه ان كل الحكومات التي جاءت منذ 2003 لحد اليوم هي ليست بحكومة تمثل طموح الشعب العراقي، وليست قوية، وليست شجاعة، وليست مستقلة. هذا دليل قاطع على انه الثورة ماشية بطريق صحيح، بطريق سليم. نعم. وسوف تنجز مهامها. نعم. وهذا هو الحقيقة مسؤوليتنا احنا، مسؤولية الإعلام الوطني الحقيقي، قناتكم الموقرة، الأساتذة الكرام، الأكاديميين، الشخصيات الوطنية، والشباب أيضا، التنظيمات، أن توحد كلمتها وهدفها. هدف الثورة الآن الوحيد اللي متفق عليه هو إسقاط النظام. أشكرك. هذا الحقيقة لا يتغير على الإطلاق، النظام يجب أن يسقط عاجلا أم آجلا. هناك احتمال كبير، هناك انتظار، نقلة انتظارية، هناك إعادة حسابات، هناك أيضا كثير من الأمور مراجعة. النظام الحقيقة الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة، لأنه حتى هذه التعديلات هي مساس بالسلطة المطلقة. أشكرك. واضح دكتور، اسمح لنا حتى بس تأخرنا على ضيفنا في عمان دكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. دكتور، قد يسأل سائل أنه هذه التظاهرات التي رفعت يعني خيامها وأحرقت خيامها في البصرة وفي الناصرية وغيرها من المدن، والآن يعني تقريبا عمليا التظاهرات يعني بأخف صورها يعني عما كانت في الأشهر الماضية، وبرغم ما قدمته من تضحيات جسام ودماء، 800 شهيد وآلاف الجرحى والمغيبين قسرا والمختطفين وما إلى ذلك، قد يسأل سؤال سائل، ما المنجز لهذه التظاهرات بعد سنة على تفجرها وتقديمها هذا الثمن الباهظ من التضحيات؟ أخي الكريم، الثورة أنجزت شيئا كبيرا، ثورة تشرين حققت ما لم تحققه حقيقة الثورات والمظاهرات التي قبلها، أنجزت إنجاز كبير جدا، ولعل من أهم إنجازها فوائد الطائفية المقيتة في العراق التي جاء بها الاحتلال الطائفي عن طريق الأحزاب الطائفية للعراق بدعم أمريكي وتغذية إيرانية واضحة. نجحت الثورة في ثورة تشرين بكشف الحقيقة وكشف هذه الأحزاب الكاذبة، زرعت الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، ولكن فضحت هذه الخدعة وفهمت أن هذه لتسرق العراق، وقد أتت لتسرق حياة. هذا إنجاز عظيم، بمعنى أن الخطة التي جاءت بها أمريكا وغزت إيران. عندنا مشكلة في التواصل، في الاتصال معك، الصوت يصلنا الحقيقة سيء، ليس بالجودة المطلوبة. إلى أن يضبط الصوت الزملاء بالهندسية أعود إليك وأرجع على الدكتور رافع. دكتور رافع الحقيقة هناك شركاء في العملية السياسية يعني مثل المالكي وجماعته هاجموا التظاهرات بشكل، طبعا الآخرين يعني
هاجموا أو مهاجمة المتظاهرين وصل إلى عملية المس بأعراض المتظاهرين، الخوض في أعراض المتظاهرين، ورأينا هذا يعني هذا المقطع الفيديو لواحدة من الناشطات وكيف يعني أجبرت على كلام لم تقله بعد ذلك وضحت. يبدو قضية قوى السلطة والميليشيات خصومتها مع المتظاهرين أو مع التظاهرات ليست خصومة سياسية تقليدية، يعني حتى الدماء التي سفكت لم يكتفوا بها، ذهبوا إلى أقصى نقطة وهي قضية الأعراض والشرف وما إلى ذلك. هذا يعني هذا الهجوم ما الذي يعكسه عند قوى السلطة في عقلها في وجدانها في نفوسها؟ أستاذ ماجد، منذ أول لحظة الانطلاق ثورة تشرين الشباب اللي خرجوا بها في يوم واحد تشرين أول عام 2019 العام الماضي، وحتى في التظاهرات السابقة التي خرجت من ضمنها 25 شباط 2011 وغيرها كثير، رموز السلطة، قوى السلطة، ميليشيات بالذات، هذه الأذرع والعصابات هذه والقوى الأمنية التي يدعون أنها يعني تحمل شعب وتحمل متظاهرين، هذه كلها تحمل أعراض، يمنون على الناس حمينا أعراضكم وشرفكم. نعم، هذه مشكلة كبيرة. الفكر الحاكم للعراق هو فكر عدائي، يعتبر الشعب عدو. لذلك لو لم يكن كذلك هذا الفكر لما كذب على الشعب طوال هذه السنوات 17 سنة يكذب على الشعب ويسرق أمواله، يسرق حاضره ومستقبله، قفل عليه كل شيء وبشعارات فجة معيبة، استغل حتى رموزه الدينية حتى عقائده لكي يبقى على السلطة ولكي يجعل رموزه مقدسة في السلطة، وهذه كذبة كبيرة انكشفت. فبالتالي الفكرة تتجسد في أن هذه السلطة بكل أذرعها بكل قواها بكل قوى العملية السياسية، ميليشيات وقوى سياسية وأشخاص كلهم ينظرون إلى الشعب كعدو. عندما يخرج بتظاهرات يستغربون أنه هذا عدو، فعاملوا الشعب كعدو، قتلوه، ضربوه بالرصاص والاعتقال، هذا ما شهدناه. وأسقطوا، حتى نتكلم على ثورة تشرين، أسقطوا نحو ألف شهيد، جرحوا أكثر من 30,000. هذه كلها محاولات لوئد هذه الثورة، يعني لمواجهة هذا العدو. عندما لم يستطيعوا إنهاء الثورة واستمرت هذه الفترة، بدأت المؤامرات الكثيرة وصولا إلى دخول مقتدى الصدر، وكان أهم ورقة للتآمر على وهذه الورقة يعني فعليا إذا ما ردنا هي استخدمت في كل التظاهرات، هي ورقة التآمر الأخيرة. كلها كان مقتدى الصدر هو اللاعب الأساسي الذي يرمي الحبل لإنقاذ العملية السياسية ويدعي أنه هو مع الشعب، وهذه الكذبة انكشفت خلاص بهذه الفكرة. عندما تحدث يعني ضيفك من هولندا كان يتحدث عن الخيم، عندما يصل الحال إلى أن الخيم هذه تدخل هذه المجاميع الميليشياوية ومجاميع الأحزاب، تنصب خيمها إلى جانب خيم المتظاهرين، تدخل المطعم التركي جماعة مقتدى ويسيطرون عليه ويتفاوضون باسم المتظاهرين، الساحة لم تعد فكر الثورة لا يعني ساحة التحرير، لا يعني هذه الخيم، هم كانوا يعتقدون، وهؤلاء هذا الجهل وهذا العقل الكسيح من عقل مقتدى وكل جماعته، يعتقدون انه كل هذه الاحزاب والميليشيات يعتقدون انه ما دام زالوا الخيم من الساحه واستطاعت هذه الميليشيات ان تؤثر عليهم وتحتقلهم وتخوفهم فانتهت الثوره. هذه الثوره لا ليست هكذا، يعني الثوره لا تعني ساحه التحرير، لا تعني جسر الجمهوريه وجسر السنك وتقطعه وتمنع الناس وانت تستطيع تقطعه، لكن من يجي مقتدى الصدر يظهر تفتح له الطريق والدخل للمنطقه الخضراء. هذه اللعبه مال السلطه الفجه هذه ما عادت تنطلي على الشعب. فاللعبة هذه الحقيقة بهذه الطريقة واضحة، بدت للشعب الآن واضحة، كل الألعاب واضحة، كل الرموز الآن بالعملية السياسية لا يعتقدون أنه الآن استطاعوا أن يحققوا شيئا، استطاعوا أن يلعبوا على الشعب، استطاعوا أن بالوعود، وصولا إلى قانون الانتخابات اللي أيضا ضيفك تحدث عنه وما يسمى رئيس الجمهورية وافق عليه. هذا واحد من أساليب الثورة الآن، رفض هذا القانون، هذا قانون بينما السلطة تسوق على أنه هذا منجز للثوار، وهذه كذبة، الثوار رافضي. ولذلك إحنا عندما نقارن 2018 المقاطعة التي جرت في آخر انتخابات، جرت ما يسمونها انتخابات أكثر من 82%، الآن المقاطعة في الانتخابات التي يسمونها انتخابات مبكرة ستكون ربما 92 أو أكثر من 92، الشعب سيقاطعها. هذه إحدى وسائل الثورة، عندما يقاطع الشعب هذه الانتخابات يسقطهم،
هذه لا يعرفونها، يعتقدون أن الميليشيا وقادرة ومقتدى الصدر وهذه التغريدات مالته، ويرسم للثورة شلون تتحركون وين تجون، وبيا الشارع تفوتون وبيا الساعة تفتحون وبيا الساعة تغلقون التظاهرة، وكأنه دكان هو ويغلقونه ويفتحونه بأمر السيد مقتدى الصدر. هذه كارثة كبيرة، الشعب يتظاهر 17 سنة، الفساد يعني أسكم كل الأنوف، انتهت، والعالم كله يعرف هذا الفساد والخراب والدمار. والقضية وصلت إلى رواتب، وصلت إلى أنه ما قادرين حتى رواتب الموظفين ما قادرين، وأنتم تتحدثون على الحفاظ على اللحمة الوطنية، أي لحمة وطنية، أي حياة، أي شارع تفتحوه، أي نحافظ على الشوارع، نحافظ على الممتلكات، كذبة كبيرة الشعب يدركها. فالثورة لا تنتهي برفع الخيم، ولكن العقل الكسيح يعتقد أن الخيم هي هذه، هذا نصر كبير، استطعنا أن نلغي الخيم، وهي الخيم كانت عبارة عن 10 أو 12 خيمة يومين يحرقون واحدة من عندهم، لا تعني الثورة، الثورة في دماء وعقول العراقيين كلهم، وستشتعل مرة أخرى بشكل كبير. إذا مشاهدينا الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في ضيوف حلقتنا لهذه الليلة من طاولة حوار عن انتهاء التظاهرات وعن منجزاتها وحقيقة انتهائها والعوامل التي أدت إلى تفجرها ما زالت قائمة. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في انتهاء التظاهرات وبقاء عواملها وأسبابها الموضوعية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني والدكتور حامد الصراف. دكتور ثامر العلواني في عمان الآن، أعتقد اتصال جيد؟ نعم تمام. كنت قد سألتك، والحقيقة توقفنا بسبب سوء الاتصال قبل الفاصل، عن أي منجز لهذه التظاهرات التي رابطت في الشوارع والساحات والميادين لمدة عام، وقدمت مئات الشهداء وجرحى وأيضا مخطوفين ومغيبين ومعتقلين وغيرها من الحقيقة من الأثمان الباهظة. ما المنجز لها؟ أخي الكريم، لا شك أنه إنجازات ثورة تشرين كبيرة جدا. نعم. وقلت أنه لعل أول إنجاز لهذه الثورة هو أنها وأدت الطائفية المقيتة في العراق التي جاء بها الاحتلال عن طريق الأحزاب الطائفية بدعم أمريكي وتغذية إيرانية واضحة. نجحت الثورة، ثورة تشرين، بكشف الوجه الحقيقي لهذه الأحزاب الكاذبة التي زرعت الفتنة الطائفية على مر السنين الماضية بين أبناء الشعب الواحد. ولكن ثورة تشرين فضحت هذه الأحزاب، هذه الخدعة، فهمت أن هذه الأحزاب قد أتت لتسرق الحياة من الشعب العراقي، تسرق خيرات الشعب العراقي. هذا إنجاز عظيم، بمعنى أن الخطة التي جاءت بها أمريكا وإيران فشلت في أن تستمر. استطاعت ثورة تشرين أن تحطم قدسية هذه الأحزاب الدينية، وحتى بعض المرجعيات المزيفة التي تمارس الخديعة باسم الدين، وحتى هذه الأحزاب كانت تمارس خديعة الشعب باسم الدين لكي تسرق ثروات العراق، ثروات الشعب العراقي. هذه الثورة عرتهم بشكل كامل، كشفت وجه الأحزاب القبيحة الحقيقي التي لا تفرق بين سني وشيعي، بين كردي وعربي، ما دام أن الشعب العراقي يقف في وجهها ويطالب بالحقوق
وهذه هذه الأحزاب ستواجهه بكل طغيان، بكل قمع، بكل قباحة تحاول أن تقتل الشعب الذي يطالب بحقوقه. رأينا قمع مظاهرات تشرين في كربلاء، في النجف، في البصرة، في الناصرية، في بغداد، من دون أن يميزوا بين هذا سني وشيعي. الثورة استطاعت أن تكشف حقيقة التدخل الإيراني بالعراق، تدخل سافر، استطاعت أن تكشف حجم هذا التدخل، استطاعت أن تستحوذ إيران من خلال أحزابها الموالية لها على العراق وخيرات العراق. هذه الثورة استطاعت أن تكشف حقيقة هذه الأحزاب وولائها لإيران، لكن إيران خسرت الشعب العراقي. كان البعض يظن أن الشعب العراقي والي إيران بعدد لا بأس به على حساب مصالح العراق والعراقيين، لكن الثورة كشفت حقيقة موقف الشعب العراقي من الجارة السيئة إيران، ولذلك كانت التنديدات واضحة ضد التدخل الإيراني في العراق وحرق القنصلية في كربلاء. إذن الثورة أصبحت لها إنجازات عظيمة. الثورة رسخت مفهوم لدى الشعب العراقي بأن مشاكل العراق كلها بسبب العملية السياسية ونظامها الفاشل والأحزاب المتسلطة. الثورة استطاعت أن تجعل النخب والكفاءات، وجعلت الصحفيين والمثقفين من كل الطوائف، من كل فئات المجتمع في جميع المحافظات، أن يتضامنوا وأن تجرهم إلى التضامن مع الثورة، لأنهم رأوا أن مستقبل العراق، مستقبل أجيال العراق القادمة، هو من خلال ثورة تشرين. فإذا تكلمنا عن إنجازات ثورة تشرين هي كبيرة جدا، ولا يمكن أن نحصيها بدقائق قليلة. وكما قلت لك سابقا أن أول مفهوم أسقطته الثورة هو مفهوم الطائفية المقيتة التي جاء بها الاحتلال. نعم دكتور حامد الصراف، هل الشعب العراقي، هل الناشطين، هل المراقبين، هل المهتمين بالوضع العراقي قد غسلوا أيديهم تماما من أي عملية تقويم أو إصلاح داخل العملية السياسية على الرغم من الوعود بذلك، وباتت التظاهرات الشعبية والحراك الشعبي هو الخيار الوحيد والمتاح والمتبقي والذي لا سواه لتغيير الوضع المتردي في العراق أمام الشعب العراقي، فقط هذا الخيار؟ وإذا كان هذا الخيار هو الوحيد، ما الضمان لنجاحه في بلوغ أهدافه، يعني الأهداف التي يرفعها وهو إسقاط النظام الطائفي الفاسد بالكامل؟ أستاذ عزيزي، يعني أستاذ ماجد، أنا الحقيقة أكدت على هذه الحقيقة في مداخلتي الأولى، أنه الهدف الآن إسقاط النظام. النظام معناها بكل تشكيلاته، اولا النظام اذا هناك ما يسمى بمؤسسات بين قوسين، واذا كان هناك اركان النظام. دكتور حامد خلينا اقاطعك، سامحني على العجله في مقاطعتك. قوى السلطه تقول انه خيار اسقاط النظام بالكامل، هذا النظام، هذا البناء اللي صار له 17 سنه ما اعرف هو بناء مدي خراب، قد يفضي بالبلاد الى المجهول. عمليه اسقاط النظام قد ننتهي الى الفوضى، الى المجهول، الشغلة ما مضمونة، يعني فعلا هذه قوى السلطة، هذا التخويف في محله يؤخذ على محمل الجد. أنت تبتسم. نعم لا لا، هذه أستاذ ماجد هذه حجة لكل الأنظمة الآيلة للسقوط، كل الأنظمة الفاسدة المعزولة عن إرادة الشعب التي تفرض في أحيان كثيرة من الخارج بإرادة خارجية، أو تمارس الاستبداد الطائفي أو العرقي أو الإثني أو أشكال مختلفة الحقيقة، أو طغيان بأشكال مختلفة، كأن يكون نظام دكتاتوري فردي أو حزبي واحد أو نظام شمولي مثل ما موجود في إيران، يعني نظام الآن نظام الحزب أو الولي الفقيه. فطبعا هذه العزلة الحقيقة هي اللي تبرر للشعب أن يسقطه، فهذه الحجة التي يأتون بها لتمشية أمورهم من كون أن هناك أما نحن أو الخراب أو الدمار. نعم. هذا طبعا حجة واهية، لأنه هي كل الطغاة في التاريخ القديم والحديث استخدموا نفس الأسلوب ونفس الحجة من أنه نحن أو ما بعدنا الطوفان، وهذه طبعا يعني حجة واهية. بالأخير هم يسقطون ولا يوجد لا طوفان ولا آخره. نعم. المسألة الأساسية هي الثورة أن تستمر بطريقها،
تنظم حالها، لأنه الثورة مثل ما نعرف إحنا الثورة إلها مقومات، إلها عوامل اللي هي الموضوعية أولاً، هاي متوفرة جداً من منذ 2003 لحد غاية الآن، والذاتية اللي هي أنه هناك يعني تشكيلات ثورية، هناك تنظيمات أن تجمع نفسها تلم شملها أن تقوم بعمل موحد بها أهداف واضحة. وهناك أيضاً العامل الثالث والمهم الجوهري أيضاً هو منهاج الثورة، منهاج أو برنامج الثورة أيضاً. هذا الآن الحقيقة الشباب والتنظيمات الثورية والشخصيات الوطنية والحركات اللي حريصة على أن يبقى البلد موحد تحت راية فعلاً الثورة وأهدافها والبرنامج، هذه الحقيقة هي الآن تقريباً نضجت إلى حد بعيد، ما عدا أنه هناك ضرورة ماسة الآن بظهور قيادة موحدة علنا. وأنا لا أستبعد أن هناك قيادة لكن لا تظهر، لأنه هناك مخاطر حقيقية الآن تمس هذه القيادة إذا ظهرت بصورة علنية، وهي أشكال أما تصفية جسدية بأشكال مختلفة أو التسقيط، ومثل ما شفنا حضرتك أيضا سؤالك كان هو قضية المساس بالشرف والسمعة وغيرها، هذه طبعا هي من الأساليب الدنيئة التي يتبعها الفاسدون في العملية هذه المشوهة، أن يسقطون أي شخص إذا كان هناك فعلا التفاف حوله أو أي حزب أو أي تجمع أو أي حركة مدنية أو حركة وطنية الحقيقة يعني تمثل الثورة بأشكال اللي ظهرت خلال السنة الماضية. لذلك أنا أقول هذه الحجة أصبحت واهية، لأنه هم أيضا يعانون من هذه القضية بصراعات داخلية فيما بينهم، إذا سقطوا أو التسقيط السياسي فيما بينهم هذا دليل قاطع على أنهم الكل إلى السقوط، الكل إلى الزوال. يعني هي قضية منافسة فيما بين هذه الأطراف العملية السياسية الفاسدة، ولذلك المحاصصة الآن بحد ذاته هي أثبتت ضرورة وزوال هذا النظام. المحاصصة معناتها اقتسام الثروات، اقتسام مراكز النفوذ، بالتأكيد ما راح تكون هناك وحدة وطنية إذا هذا الشكل هو اللي يفرق الشعب، فالشعب بالتأكيد من حقه أن يجمع وحدة الوطنية أرضا وشعبا بإزالة هذا النظام. هذا النظام لم، أنا قلتها وأكررها، لم يعد قابلا للحياة، لأنه لا يلبي مطالب الشعب، لا يلبي تطور الشعب، لا يلبي حاجاته. فعلى الأغلب الأعم هذه الطبقة أدركت هذه الحقيقة، لذلك تحاول جهد الإمكان بأساليب ترقيعية أن تتكيف مع مستجدات الوضع وتكسب مزيد من الوقت. دكتور أشكرك دكتور حامد. المسألة وما بيها أن هناك عوامل خارجية مؤثرة لا ننكر هذا الجانب، هي اللي دتفعل فعل تأخير الحسم الثوري. وأنا أقول لك صريح العبارة، إيران وأمريكا لا تمثل هذه الثورة وأهدافها وتحقيق أهدافها مصالحهم، لذلك العرقلة المباشرة الآن تأتي من أمريكا وإيران وإدامة هذا النظام. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. يعني تظاهرات تشرين هناك من يتحدث أنها أصبحت فكرة وطنية عراقية كامنة ساكنة في العقل والوجدان العراقي، حتى وين غابت الخيام والمتظاهرين وهذه الفكرة التظاهرات، وقودها قائم وهو الفساد والطائفية وهذا الواقع المنحط كله في العراق، وبالتالي فكرة، وهذا مما يعقد مواجهتها على السلطة. نعم أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك على هذا أريد فقط أن أعرج على موضوع. في كل السنوات الماضية وصولا إلى قبل ثورة تشرين كانت هناك بنادق وأفواه، أفواه لأحزاب وبنادق هذه الأحزاب والقوى الميليشياوية تتوجه لأطراف معينة لطوائف معينة، ويتحدثون أنه هذه الطوائف هذه جزء من تفتيت البلاد، تفتيت إلى شيعي، هذا سني وهذا الشيعي، وكانوا يتحدثون مع من يقولون أنهم حاضنتهم، أن هؤلاء الذين نستهدفهم بالكلام البذيء، نستهدف أعراضهم ونستهدفهم كقيم يعني نشتمهم، نعرض
كل شيء يمتلكونه به قيمة نعرضه إلى 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 شيء التشويه والتشويه وأن نستخدم السلاح ضدهم لأجل أن ندافع عنكم، لأن هؤلاء يستقصدونكم. وشهدنا هذا كثيرا، يعني شهدنا كثير من الميليشياوين يقفون على الفلوجة، يعني على أطراف الفلوجة، يتحدثون عن أهل الفلوجة كلام لا يمكن أن تقبله، لا يمكن لأي عراقي أن يقبله، مو بس أهل الفلوجة، يتحدثون عن أعراضهم، يتحدثون عن إرهابيين وغيره، وهذا ربما الإرهاب هذا كلام صار بسيط، لكن يتحدثون حتى عن أعراض الناس، وهكذا سمعنا في الموصل وغير. وكان الناس، كان المظلوم يتحدث للآخرين يقول إنه هذه البنادق وهذه الأفواه ستتحدث عنكم وهي تقصدنا كنا إذا ما اصطدمت بمصالحنا. وكانت هناك أطراف عراقية كثيرة من الجنوب ومن يعتقدون أنهم حاضنتهم هذه الأحزاب تتحدث بهذا الشيء. لكن في ثورة تشرين، وهذا جزء من هذه الإنجازات التي تحققت، عندما يتحدثون أنه عبرة الطائفية، هذا جزء من عدها، اكتشف المواطن العراقي بشكل عام أنه هذه البنادق وهذه الأفواه تنال من الجميع، الكل أعدائها، لا يعني هذا شيعي وهذا سني وهذا، لا شيء يفرق. لذلك الحديث، حديث الصغير هذا الذي خرج يتحدث بهذه اللغة، حديث المالكي. دكتور، حديث في نقطة، يعني ربما في الجانب النفسي، يعني هذا الخصم، هذا العدو يذهب فيقتل خصمه ويسفك دمه، يعني هذا القتل وسفك الدماء لم يشفي غليله حتى يذهب يتعدى مرة ثانية بعد أن قتله إلى عرضه وشرفه؟ نعم، هو مجرم، لأنه فكرة إجرامي، وهذا المجرم ليس الإجرام فقط بالقتل والدماء، هذه عملية آلية تعودها وطبيعية صارت عنده، وشهدنا كثير من الفيديوهات وهم يقتلون يضحكون ويفرحون وينكتون فيها، وهو يقتل بفرح، هناك مرض، فجزء من هذا المرض يعبر عنا بهذه الشتائم وبهذه الطريقة الفجة. هؤلاء كلهم هناك مثالب على نزاهتهم، هم فاسدين، هم مجرمينهم، ويتحدثون عن الناس بهذه الطريقة، يعني يعكسون ما في نفوسهم على الآخرين. فبالتالي هذا الحديث تسمعه من المالك وتسمعه من هذا الصغير وتقرأ تعليقات هذه، تغريدات مقتدى وغيرها، وينالون من شرف الناس العراقيين. هذه أوضحت للعراقيين أن الكل مستهدف، وهذه الأفواه التي كانت تتحدث عن طرف معين تتحدث عن الجميع بنفس الطريقة، وتنال من شرف الجميع بنفس الطريقة، لأنهم يعتقدون. لذلك أنا قلت أنه هذه السلطة بكل قواها تعتبر الشعب عدو لها، فلذلك تقتله، تشتمه، تنال من عرضه، هذه وتستخدم البندقية، هذه جزء من عدها. وكان حضرتك تسأل على قضية التظاهرات، أصبحت فكرة وطنية. نعم، هي من البداية كانت فكرة، والحقيقة لذلك أنا قلت العقل الكسيح يعتقد أنها مرهونة بوقوف في ساحة التحرير وبخيمة، لا، هذه فكرة بالبال، وتحقيق هذه الفكرة ما زال في قيد الإنجاز، لأن العراق ذاهب إلى الدمار، ذاهب إلى قعر الهاوية يوم بعد آخر، وصولا إلى أنه حتى الموظفين الذين لم يشاركوا بالتظاهرات والذين كانوا ينؤون بأنفسهم، لأن هناك يعني راتب شهري يأتي وهم 6 ملايين موظف ويدفعون بأهلهم لكي لا يشاركوا، لكي يحافظوا، الآن هم مهددين بهذه القضية، وبدأوا يتظاهرون أمام الوزارات من أجل رواتبهم. هذه القضية ستستمر، لأنه بلد كامل يربط حياته، يربط حاضرة ومستقبله ببرميل النفط وسعر البرميل إذا زاد وإذا نقص، والسرقات أكثر من تريليون دولار سرقت، أكثر من تريليون ونصف دولار سرقت من أموال وبددت، وبالتالي العراق إلى خراب ودمار. هذه كلها أرضية للثورة. الثورة لذلك وضعت قطارها على السكة وماضي بي. قد يتوقف القطار في هذه المحطة ليس انتهاء للثورة، ليس انتهاء من الرحلة، لكن الرحلة مستمرة. الشباب اللي ضحى، وهؤلاء ربما هذا تعبير أدبي والبعض يعتقد رومانسي ربما، لكن هو هذه الحقيقة، هذه دماءهم هي اللي وضعت هذه السكة لهذه القاطرة وصولا إلى النهاية، فيمضي في طريقه، لأن الخراب لا يمكن الآن، لا يمكن أن يفعلوا فيه شيء، لا يمكن إصلاحه، نعم، لا يمكن بناء. وكل هذه القوى، مصطفى الكاظمي، غير العبادي، المالكي، كلها رموز
أدوات لاستمرار هذه العملية الخسيسة التي دمرت العراق بهذه الطريقة. على ذكر الدماء التي يعني قدمت فيها التظاهرات من قبل شبابها، دكتور ثامر العلواني، هناك اعتقاد راسخ لكل المراقبين والمهتمين بالشأن العراقي أن التظاهرات سريعة ستندلع سريعا، وحتى قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة اللي هي راح تجري في الشهر السادس من العام 2020، هل تعتقد أن التظاهرات إذا اندلعت مرة ثانية مستعدة لتقديم ثمن باهظ جدا كالذي قدمته في السنة الأولى، 800 شهيد، 30,000 جريح، مختطفون، مغيبون، أم أن ربما سيكون تصادمها مع السلطة أخف لأن السلطة الحقيقة غير مستعدة للتراجع عن الهراوة الأمنية، عن الخيار الأمني الدموي؟ لا شك أن من يقول هذا الكلام هو لديه معطيات، وهذه المعطيات حقيقية ملموسة على شواهد ودلائل، ووصل إلى هذه النتيجة التي تفضلت بها حضرتك، أنه إعادة المظاهرات من جديد. ما دام أن هناك فشل مستمر في قيادة الدولة، ما دام أنه الظلم يسود والعدالة غائبة، ما دام الفساد متفشي في البلد في كل مؤسسات الدولة، ما دام القضاء مسيس، ما دام الخدمات منعدمة، ما دام الشعب جائع والقمع والاعتقال والقتل هو الذي يستخدم في حلول كل المشاكل في العراق، ستستمر المظاهرات. ما دام أن الكفاءات تطرد من العراق وتستهدف، وما دام أن الجهلة هم يتسيدون الإدارة في العراق، ما دام أن الأحزاب السياسية هي التي تدين بالولاء لإيران وأمريكا وتقدم مصالح هذه الدول على مصالح العراق والعراقيين، فمن الطبيعي جدا أن تستمر هذه التظاهرات وتندلع بشكل كبير جدا وبموجة أكبر مما رأيناه في مظاهرات السنة هذه السنة على مر سنة كاملة، لأننا نتكلم عن شعب عراقي حي، شعب عراقي له تاريخ وحضارة تشعل فيه أمل الحياة المشرقة. نعم أخي الكريم، المظاهرات لن تموت ما دام أن هناك عراق اسود ويغلق نفسه بين الجدران الإسمنتية تحصنه الجهات الأمنية بالحديد. الموجة الثانية، الصفحة الثانية، المرحلة الثانية من التظاهرات أن تقدم ثمن باهظ كالذي قدم في السنة الأولى، هناك مئات الشهداء. نعم أتوقع ذلك، لأنه وهذا ما تخشاه الأحزاب نفسها. نعم. لأنهم الآن هم يحصنون أنفسهم، يحصنون الرئاسات الثلاثة، البرلمان، قيادات الأحزاب، كلهم يسورون حياتهم واستقرارهم بسور أمني محصن من قبل السفارة الأمريكية وقواتهم الأمنية، يمارسون القمع، يمارسون الخرافات، يمارسون الخديعة، يمارسون الكذب والخطف من أجل أنهم خائفون من ثورة عارمة تقضي عليهم. فهم يعلمون أن الشعب العراقي كشف أنهم مخادعون، أن الديمقراطية التي يفصلونها على مقاسهم هي محض كذبة، وسرقة أموال الشعب العراقي مستمرة ما دام هذا النظام السياسي، وما دامت الأحزاب، وما دامت هذه الحكومات هي التي تسود العراق وتسيطر على خيراته. فنعم، هناك مظاهرات متوقع أنها تشتد وتكون أقوى من هذه، هناك يمكن أن تكون ثورة عارمة، لأن المتابع للقضية العراقية، المظاهرات العراقية منذ اندلاعها منذ 2011 ومنذ الزمن المالكي ثم العبادي ثم عادل عبد المهدي، سوف يصل إلى نتيجة أن المظاهرات مقبلة على ثورة عارمة تقلع جميع الموجودين في سدة الحكم الذين يتحكمون بمصير وأرواح ومقدرات الشعب العراقي، لأنهم يدفعون بالعراق والشعب العراقي إلى الهاوية وإلى الشتات. فالشعب العراقي ليس له خيار الآن إلا بثورة عارمة ممكن ستقمع بأشد مما قمعت، ولكنه لن يتراجع، لأن القادم سيكون ثورة أكبر وأوسع في جميع المحافظات العراقية. أشكرك دكتور. لهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار، بحثت في حقيقة انتهاء التظاهرات في العراق وأيضا العوامل والأسباب الموضوعية لتفجرها ثانية. لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا أيضا الدكتور حمد صراف
الأكاديمي والباحث السياسي العراقي من العاصمة الهولندية أمستردام، كان معنا عبر سكايب. وأيضا نشكر ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان دكتور ثامر علواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان معنا من العاصمة الأردنية عمان. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.